السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أم عبد الرحمن من قناة الطبخ بقى أسهل. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم القرنبيط هعمل معاكم القرنبيط بخلطة جبارة فظيعة جدا. لما تعملوا بيها إن شاء الله كلكم هتحبوا القرنبيط، والناس اللي ما بتحبش القرنبيط هتاكلوا بالطريقة دي. بجد طعمه حلو قوي، وعايزاكم بقى تستمروا معايا. أنا بس هوريكم الأول كده في لحظات كده إزاي هنقطع القرنبيطة دي. طبعا أنتوا عارفين إن الجزء ده بيبقى مليان كده، في حاجة كبيرة كده بنشيلها. فإحنا هنبدأ نشوف. بصوا للبنات الصغيرين اللي لسه مش عارفين، بصوا هو عامل زي الورد كده من هنا، وليه طبعا اللي هي العروق دي. فأنا بمسك كده جزء جزء، مثلا بروح أقطع كده، ده أول عرق معايا بشيله أهو اهي، فبتطلع معايا بالمنظر ده كده كده. انا بقى بمسك، بصوا في شويه حاجات كده خشنه على العرق ده، بحاول ان انا انضفها كده بس الاول، علشان ده اساسي عشان العرق يبقى نظيف كده وناعم ساعه الاكل. ماشي، بس حاجات بسيطه زي دي كده بتبقى ورقه زياده موجوده على العرق من الناحيه دي، فانا بنضفه كده اهو. فبعدين عايزه اقول لكم ايه بقى، بنروح جايين قاسمينها بالطريقه اللي تعجبنا. انا مثلا عايزه اهو، بصوا كده خليتها قطعه صغيره ورفيعه علشان لما تتسلق يعني هنبدا بقى نحط عليها الخلطه بتاعتنا هتكبر كتير عن كده. فادي مثلا واحده كده من الوحيد احنا كده عملناها اهي. بعد كده اروح بقى ماسكه تاني، بصوا عندي لسه نفس الكميه، مثلا حته زي دي هروح شايلها لوحدها كده، دي صغيره ثلاث صغيره، هروح ماسكه كده اهي. بصوا اهي، عارفين الصغيرة دي بعد ما بنخلص بتبقى كبيرة جدا بعد ما بتشيل الخلطة والمكونات اللي احنا بنحطها. وهكذا بقى نبدأ نصفي الوردة بتاعتنا دي. بصوا لسه فيها قشرة زي ما انتم شايفين كده، دي بقى بحب اشيلها لازم علشان زي ما قلت لكم ساعة الاكل يبقى البتاع ناعمة كده وطعمها كويس. دي بقى نقسمها نصين، هنجيب من تحت على فوق كده وهنقسمها اتنين. ادي واحدة، طبعا ممكن نخف دي شوية لان طبعا دي مش محببة في الاكل قد كده يعني. اهي اهي، بصوا شكل الورده كده ونظيفه وحلوه اهي وصغيره في الحجم. وبعد كده طبعا لما تتسلق هتشيل الخلطه، وده النص التاني بتاعها اهي كده. انا بقى هكمل تقطيع القرنبيطه بتاعتي برده كلها نفس القصه، هناخد عرق عرق كده من هنا، هيطلع معايا حاجه زي الشجره كده، هروح جايه مقسماها كذا مره بحيث ان انا اعملها، مش لازم يكونوا يا جماعه قد بعض. يعني بصوا اللي انا قطعتهم معاكم، بصوا المنظر ده، بصوا في واحده اهي وفي واحده اهي، يعني بصوا في صغيره مثلا، دي صغيره قوي، دي اعرض منها شويه، مفيش مشكله. احنا طبعا مش هناخد بالمقاس، ودي طلعت على بعضها كده، ممكن اقسمها اتنين لو انا عايزه، وعايزه اسيبها لوحدها اسيبها اهي، مفيش مشاكل. يعني القرنبيط كده كده اي تقطيع كله هيتسلق وكله هيتحط في الخليط اللي احنا هنعمله. هنعمل خلطه ممتازه جدا، اتمنى تستنوا لاخر الفيديو علشان تعرفوا هنعملها ازاي وهنقليه ازاي. هناكل قرنبيط مختلف وطعمه رائع وريحته جميله جدا. اللي ما بيحبش القرنبيط هياكله بطريقتنا. طبعا انتوا عارفين اهميه القرنبيط، ليه فوائد كتير جدا هقولها لكم ان شاء الله. بس هروح احط القرنبيط يتسلق دلوقتي، هكملها بسرعه واحطه يتسلق عشان ما نتاخرش، وارجع معاكم تاني نعمل الخليط بتاعنا. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين سلقنا القرنبيط بتاعنا اهو، زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم بقى حاجه مهمه بخصوص السلق، طبعا احنا بعد ما قطعنا القرنبيطه كلها حطيناها في حله فيها ميه بارده، يعني احنا مش هيغلي وبعدين نسقطه، لا احنا نحطه في ميه بارده وهنحط عليه ملح وكمون ونسيبه يغلي شويه بسيطه، هناخد بالنا منه. بصوا القطعه لما بمسكها متماسكه، ممكن بعد كده لو انتوا شديتوا عليها في السوا تتهري معاكم. بصوا يعني القطعه عاديه اقدر احطها في الخلطه اللي انا هحطها فيها وهي متماسكه، مفيش اي مشاكل كده، يبقى انا سلقته مظبوط. ده بالنسبه للسلق. الحاجه الثانيه بقى يا جماعه، القرنبيط ده لوحده من غير المكونات دي كلها، ده لوحده فوائده عاليه جدا، ما تنسوش اهميه القرنبيط. انا عايزه اقول لكم ان معظم الاولاد ما كانوش بياكلوه، والكلام ده مع الطريقه الجميله دي والنكهه الحلوه والتحمير الكويس بيحبوه جدا وبياكلوه، حاجه كويسه قوي مغذيه جدا ليهم. القرنبيط على فكره فيه كالسيوم عالي وفيه مغنيسيوم وفي كمان فيتامين بي 1 وبي 2 وبي 6 وفي حاجات كتير قوي ومهم جدا على فكره. في يعني انا لو عايزه اقول لكم فوائد القرنبيط انا عايزه حلقه لوحدها عشان اتكلم عنه بجد بجد، مش عايزه اقول لكم يعني قد ايه، عايز صفحات عشان اقول لكم فوائد القرنبيط. فاهتموا بيه طبعا، وهو طبعا لسه بادئ، احنا داخلين على الشتاء ولسه ظاهر وهنبدا ان شاء الله نعمله في الشتاء كتير. طبعا ده بالنسبه للقرنبيط لوحده. اما المكونات بقى الثانيه اللي معانا دي، فدي عناصر غذائيه هتكمل الوجبه بتاعتنا، مش هنحتاج اي حاجه بعدها. طبعا البيض زي ما انتم شايفين ده بروتين، انا هحتاج للقرنبيطه المتوسطه دي 6 بيضات، اقل حاجه 6 بيضات، ممكن تستعملي 7 وممكن تستعملي 8، انا بقول 6 عشان طبعا ايه نبقى متوسطين ومعتدلين في مكوناتنا.
دول 6 بيضات، ودول راس توم احنا دقيناها كده مع بعضها بالفلفل الاسمر والكمون والملح، يعني تمليح الخلطه دي كلها هنا مع التوم ده، ملح وفلفل اسمر وكمون. وبعدين دي بقى عباره عن طماطمايه كبيره معصوره، وانا حاطه عليها في النص هنا ربع معلقه بابريكا عشان بس تديني حمار شويه وانا بحمر القرنبيط يبقى شكله حلو. وعايزه اقول لكم ان هي الطماطمايه دي اصلا لازمتها ان برده عشان تحمر لي الخليط بتاعي شويه، يبقى ايه وانا بحمره يبقى احمره كويس. هنا بقى الخضار بتاعي ده خضار طازه طبعا، عباره عن ايه؟ عباره عن بقدونس وشبت. بقدونس وشبت بس يا جماعه، ده ما فيهوش كزبره كده. خلاص معايا بقى دقيق، لان الدقيق طبعا هحتاجه، هيبقى هو اساس القوام بتاع الخليط بتاعي. ومعايا طبعا ميه علشان ده اللي هظبط بيه مقدار الخليط بتاعي. وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. هنبدا بقى مع بعض نشوف الخلطه دي. على فكره عايزه اقول لكم ان الناس كلها بتعمل القرنبيط وبطرق مختلفه، بس الخلطه دي من افضل الخلطات اللي احنا ممكن نعملها ونقلي بيها القرنبيط، يبقى متماسكه على القرنبيط. ويعني هتشوفوها دلوقتي معانا طبعا خطوه خطوه. اول حاجه كده هنبدا نكسر البيض بتاعنا في البوله كده، وهم 6 بيضات هم اللي انا هعملهم، مش هعمل اكتر من كده. انا بعملها معاكم مخصوص علشان اعرفكم بس ان القوام بتاع الخليط بتاعي مهم قوي ان انا اظبطه بطريقه معينه. انا هوريها لكم دلوقتي حالا. كده خلاص ال6 بيضات بتوعنا، نشيل بس القشره اللي نزلت دي كده. تمام خلاص كده انا حطيت البيض بتاعي. هعمل ايه؟ هنزل عليه بقى بالثوم والملح والكمون اللي انا مجهزاه ده، عشان ده طبعا اللي هيملحه، ده اساس تمليح وطعم الخليط بتاعي بصراحه. يعني ريحته هايله جدا لانه ملح وكمون مع بعض، والثوم طبعا. هبدا بقى ايه اقلب البيض والثوم كده مع بعض. زي ما قلت لكم انا مزوده الملح شويه مع الثوم والكمون، لان ده يعتبر تمليح الخليط بتاعي. وما فيهاش حاجه طبعا بعد ما نحط الخليط كله ندوقه عادي، علشان برده نبقى عارفين ان احنا عاملين حاجه كويسه. اهو خلاص كده هنحط بقى الطماطم بتاعتنا برده عشان سايله برده تدي تكمل السايل بتاعنا. تقليل خفيف خالص مفيش اي حاجة. وبعدين هنبدأ نضيف بقى الخضار بتاعنا اللي هو عبارة عن بقدونس وشبت. يعني يستحسن في الموضوع ده يكون فريش، ما يكونش عندكم في الفريزر، علشان يدي الريحة ظاهرة تبقى واضحة حلوة، ده افضل يعني. كده خلاص قلبنا الكمية دي. هنبدا بقى نعمل ايه؟ هنبدا نحط كميه من الدقيق. طبعا انا مش هقول لكم قد ايه كميه الدقيق، احنا هننزل مع بعض كده ونشوف مع بعض احنا هنحتاج ايه، وطبعا هنزود ميه كمان بحيث ان انا اوصل لخليط متجانس، وبعدين يكون مش تقيل قوي ومش خفيف قوي. هتشوفوه معايا دلوقتي وهقول لكم ازاي ان شاء الله هتعملوه عشان تعرفوا تحمروا القرنبيط يبقى طعمه حلو. طبعا بندوق كويس قوي قوي علشان الدقيق والكده ما يكلكعش، يبقى موجود كده متجانس، يبقى خليط ناعم حلو، ما يبقاش الدقيق مكلكع في ناحيه ويبقى طعمه بعد ما نقليه كده دقيق جامد. لا اهو كده هحط بقى شويه دقيق تاني وهزود ميه. طبعا هحط شويه دقيق كمان وهزود بقى شويه ميه، طبعا مش هنزود كتير على بال ما نشوف هنعوز قد ايه كده. ونبدا نقلب تاني لغايه ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. جربوه يا جماعه ما تكسلوش، واللي ما بيعملوش بالطريقه دي جربوه بالطريقه دي، مش هيبطل يعمل القرنبيط. حاجه كويسه وعلى فكره مش مكلف ابدا. طبعا يعني البيض موجود عندنا في كل بيت، والقرنبيطه دي على فكره قرنبيطه متوسطه انا جايباها ب 13 جنيه. يعني مش رقم، وبتعمل اكله مغذيه وعاليه قوي، فطبعا كويس قوي ان احنا ممكن نعملها ممكن مرتين كمان في الشهر مش مره واحده. نستفيد طبعا بعناصر حلوه وفي نفس الوقت اكله موفره زي ما انتم شايفين، مش هتكلفنا حاجه. بصوا اهو كده القوام بتاع الخليط بتاعنا. اعرف منين بقى ان القوام ده هو الصح ولا لا؟
ان انا اجيب كده قطعه من القرنبيط وانزلها في الخليط بتاعنا واحاول اشيلها تاني. لو تماسك عليها وبقت متماسكه وشايله الخليط ده حواليها كويس، يعني تتقلي بيه كده ويظهر حواليها، يبقى كده الخليط بتاعي كده متجانس ومظبوط ومش هحتاج حاجه تاني. لو خفيف نتقله بالدقيق، ولو تقيل نخففه بالميه. كله في ايدينا وبراحتنا. بصوا اهي، انا لو شلت دي وحطيتها في الزيت هي عليها طبقه، اعتقد ان الطبقه دي خفيفه شويه. ليه بقى؟ لانها مش، لاني ظاهر عندي جسم القرنبيطه، فانا عايزاه يبقى تقيل شويه علشان لما اجي احمرها يبقى عندي طبقه من كل الحاجات اللي انا حطها دي عليها من الوش. اعمل ايه بقى في الحاله دي؟ اروح جايبه على طول شويه دقيق كمان بسيطه واقلب واشوف هيوصل معايا لفين. كده اعتقد مش عاوز تاني حاجة. ليه بقى؟ انا تقلت الخليط شوية وهوريكم طبعا وانا بحمره هوريكم احنا بنعمله ازاي. خلاص يا جماعة انا مش هتقله اكتر من كده عشان حتى لما احط فيه القطعة بتاعت القرنبيط تطلع منه ما تتهريش جوه من تقل الخليط بتاعي. كده الخليط خلاص مظبوط. انا بقى هروح نحمره مع بعض واوريكم ازاي هنعمله. طبعا هنحط زيت عميق في الطاسة ونبدأ نحمره مع بعض ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي. دلوقتي بقى احنا حطينا الزيت عميق زي ما انتم شايفين في الطاسه، طبعا يسخن كويس جدا، ونبدا بقى نحط القرنبيط بتاعنا. زي ما انتم شايفين مثلا ادي قطعه قرنبيطه اهي، هنحطها في الخليط بتاعنا وبعدين هننزلها كده بايدينا بالمعلقه باي حاجه، بالماسك ده باي حاجه، المهم ان احنا هنخلي الخليط يجي عليه من كل ناحيه، وبعدين ننزل بقى في الزيت طبعا يكون سخن. عايزين نشوف الزيت كده سخن كويس ولا ايه. هنجرب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط اول قطعه كده، بس هننزل بسيط من عليها، مش هننزل قوي يا جماعه عشان اهو. بصوا كده، بصوا شكل القرنبيطه مش واضحه من الخلطه اللي عندي. هنعمل كمان كده عشان تشوفوها اهي. مثلا دي قطعه قرنبيطه اهي زي ما انتم شايفينها اهي، هنحطها كده اهي وبعدين نقلبها وهنشيلها بالخليط بتاعها، مش هنصفيه بقى من عليها، احنا عايزينها تتحمر بيه. هنعمل بس كده الزيادات بس، وبعدين نروح جايين منزلينها في الطاسه بالخليط بتاعها. ايه رايكم؟ كده بقى هنكمل كل اللي معانا بالطريقه دي. قطعه القرنبيطه اهي، وبعدين هنحطها زي ما قلت لكم. خدوا بالكم في السلق علشان لو هريتوها مش هتعرفوا تمسكوا القطعه كده، كمان لما تحطوها في الخلطه دي هتتهري منكم ومش هتطلع سليمه. لكن زي ما انتم شايفين احنا بنطلع القطعه سليمه وعليها كميه الخلطه اللي احنا عاملينها، مش عايزين ننفض قوي، عايزين نحطها كده في خلطتها علشان تظهر بيها بعد كده وتبقى طبعا خدت الكميه المظبوطه ليها. جميله جدا زي ما انتم شايفين. هنعمل بقى الطاسه دي كده مع بعض، وبعدين انا هبقى اقفل واكمل التحمير، بس عايزه اوريكم بس تحميره بقى بيبقى عامل ازاي. بصوا يا جماعه الماسك بيقلبها كويس قوي ويشيلها سهله قوي، بس برده زي ما قلت لكم ما تنفضوش كتير. اهو بصوا هنرفع بس لحظة كده على بال ما ينزل الزيادة، وبعد كده نحط في الطاسة بنفس الخلطة اللي معايا. هتلاحظوا بقى ان الطماطماية اللي احنا حطيناها والربع معلقة البابريكا دول هيساهموا ان القرنبيط يتحمر. يعني ايه؟ ما يبقاش طبعا، لان انتوا عارفين ده فيه دقيق وطبعا البيض هيساهم انه يتحمر طبعا، بس قصدي اقول لكم يعني دي حاجة بتضيف لها طعم حلو وفي نفس الوقت بتخليها تبقى حمرا وكويسه. بصوا القرنبيط من تحت بدا يتلون ازاي. بننزلها تحت خالص زي ما انتم شايفين، ونبدا ننزل عليها الخليط كده، وبعد كده نشيلها بخليطها زي ما هي. وهكذا بقى لغايه ما نكمل الكميه اللي معانا. وبعدين بصوا يعني القطعه الصغيره قوي اللي فيها لما تحطوا عليها الخليط كده وتمسكوها تلاقوها بقت قطعه كبيره، مفيش حاجه عندنا بتتهري او بتترمي، كله بيبقى قطعه برده في الاخر. اهو هنبدا بقى كده بالراحه بطرف الماسك بتاعنا نشوف القرنبيط اللي اتحمر. بصوا يا جماعه بصوا ما خدش مني اي حاجه، هجيب حاجه بس ثانيه علشان ما يعملش ما يبهدلش كده. بصوا ادي القرنبيطه، والتاني اللي جنبه اللي حواليه اهو نفس القصه. طبعا ما تضغطوش عليه قوي كده، اللون ده جميل قوي، وبعدين لما نقلبه يبقى شكله كده هيطلع شكله رائع في الاخر. بصوا اهي دي خلصت، اروح قلبها بالطريقه دي.
كل ناحيه لازم اقلب عليها. يعني افرض مثلا دي من الجنب كانت بيضه، احاول اوقفها على الجنب كده في لما تخلص من الناحيه دي، اوقفها على جنبها بحيث كل النواحي تتحمر. اهو زي ما انتم شايفين طبعا ريحته، مش عايزه اقول لكم ريحته بقى، مع الشبت والبقدونس والثوم والحاجات دي، حاجه هايله جدا. جربوها طبعا. هكمل بقى القلي بتاعي، وطبعا هنعمله كل اللون ده، مش هنغمق عن كده كتير. طبعا بنقف قدامه ما بنمشيش ولا لحظه، وبمجرد ما بنطلع حاجه بنبدا نحط غيرها عشان ننجز طبعا في الوقت، وما بياخدش وقت خالص. هسيبكم وهوريه لكم لما اخلص ان شاء الله. كده خلصنا تحمير القرنبيط بتاعنا، زي ما انتم شايفين محمرينه، ما حرقناهوش، وعاملينه لونه فاتح وحلو. وعايزه اقول لكم بقى شكل القطعه، يعني بصوا انا لما امسك القطعه كده، القطعه متماسكه جدا جدا، يعني ما بتتهريش ولا حاجه. علشان ايه بقى؟ علشان الخلطه اللي احنا عملناها دي خليتها عباره عن حاجه على بعضها كده، مكون واحد، شكلها جميل ويفتح النفس. بصوا يا جماعه مثلا ادي قطعه اهي، بصوا اهي، ومش طريه وشكلها جميل قوي، وريحتها جميله جدا، ومكوناتها سهله وطريقتها سهله. اتمنى طبعا لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك للفيديو، وتشتركوا في القناه، وتفعلوا الجرس، عشان ان شاء الله هعمل لكم اكلات حلوه كتير. جربوه بالطريقه دي، وعايزه اسمع تعليقاتكم، وعايزه اعرف رايكم. انا متاكده ان شاء الله اللي هيعمله بالطريقه دي مش هيغيرها تاني. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.